هو كل عيد حب. عيد الحب في العالم الكل، أما كل بلاد ورتالها. عيد الحب في فرنسا يلوجوا على السعادة. في إيطاليا عيد الحب يلوجوا على الهبلة. في تونس عيد الحب يلوجوا على اللوكال. في فرنسا نهار عيد الحب. في فرنسا نهار عيد الحب تلقى اللي يبيع في الورد بالصف. في إيطاليا في عيد الحب تلقى الريستورانات بالصف. في تونس في عيد الحب تلقى الفرماسيات الكل بالصف. أنا عيد الحب ما نتفائلش بيه خاطر صاروا لي فيه برشا حاجات خايبين برشا. فما نهار أنا في الدار جاتني جارتي هي وبنتها هيبة، دقت عليا الباب، قالت لي وليدي جاكو نعرفك وحدك وأمورك تعبة، جبنا لك فطور. الفطور كسكسي بالعصبان. وين على ظهري ما ناكلش الكسكسي وما ناكلش العصبان، عديتهم للكلب نتاعي. الكلب كلا الكسكسي بالعصبان ولا يغزل الطفلة عيني قلوب ينبح يقول هيب 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 هيب. حصرته في البيت ثلاثة أيام. النهار الرابع دخلت له نلقاه مخرش على تسد الأسماء في تامر حسني. نعرف. أنا سمعت قريت كيف كومنتوما كالانونس نتاع تمشي للريستوران وما عندكش طفلة ينجموا يجيبوا لك كوبين. طلبتهم أنا قلت لهم اسمعوني، نحب طاولة بعيدة على الباب ونحب طفلة بيضة شعرها أصفر وعينها زرق، يسرتوا اللون الأزرق خاطرني نحب اللون الأزرق برشا. مشيت نهار سان فالونتان نلقى طاولة بعيدة على الباب. ونلقى الطفلة ونلقى اللون الأزرق أما مش في عينيها بكلها زرقة. شدتني من يدي وقالت لي جاكو وين تحب نقعد؟ وقلت لها نقعدوا الفوق تحب نقعدوا أنا جو بونس كنقعدوا سامبل أني خير. شدتني من يدي وبقينا. جا السيرفور خزري قال لي مسيو اش تشرب؟ قلت له ليدز فيرست. خزر لا هي خلاها مدام اش تشرب؟ قالت له ليدز فيرست كيفو برب. خلاها مدام ليدز فيرست معناها النساء أولا. قلت له نعرف النساء أولا أنا ما جيب ليدز فيرست كيفو. في الكوبل الوقت الكل انا لا يعجبني لا عنتر لا عبلة لا قيس وليلى. نمن بزك هاو وليد وبنت حد. وليد هو كطفل البوغوس اللي في الليسيه اللي البيت الكل يحبوه. البيت الكل هم يحبوه. الطفله اللي نمشي لها نقول لها راني حاجتي بيك تقول لي انا نحب وليد. الطفله اللي نمشي لها نقول لها راني حاجتي بيك انا نحب وليد انا حاجتي بيك انا نحب وليد تخنقت. مشيت عملت دوره وروحت باش نرقد في الدار. نلقى جلول دخلت يدور قلت له جلول بربي حاجتي بيك. قال لي اسمعني حتى نحب وليد راهو رجولاي. بنت حدة هي وليد متاع البنات. بنت حدة ما يهمش في شكل الطفل ما يهمها في شيء المفيد ذكر في بطاقة تعريف وعاد تلموا صحبتهم أولاد تونس الكل تحرقت معاهم. نهار راقد نسمع في عركة فقت القاتل عركي وجلول. مشيت لهم نجري قلت له جلول صلي على النبي يزي بنت حدة يزي خزر لي جلول قال لي اقسم بالله هذيك ماهيش نورمال يا ودي وين نطلبها نقول يجي نشوفك تقول لي جيني تحت حيط المؤتمر ذي يا بنتي يجي نشوفك يجيني تحت حيط البلدية يا بنتي يجي نشوفك يجيني تحت حيط دار الثقافة يا اخي مسوحة بطفلة ولا مسوحة بوزغة انا اخوي. خزرت لي بنت حادة قالت لي يدي جاكو اسمعني نحكي معاك كلمتين راهو يكذب عليك. ريت يخرجني معاه تقول مخرج طرف بو خمس اجي منا اللي شفنا الحاكم نقعدوا لنا اللي يجينا الحاكم دري من غادي اللي يجينا الحاكم. ما فهمتش يا اخي باش يبوسني ولا باش يتكيفني هذا. فما نهار جاب حدي صاحبي من فرنسا جاب برشا هكا عندهم برشا فازيت غاديك فما ساشيه هكا تخلطها وتحطها في الماء وتشربها تولي تحب اي حاجه تعرضك اي حاجه تحبها. حديتهم انا في الصاله مع الدويات جدي فيق باش يشرب الدويه حل شرب منهم. قلت له يا جدي نتاع الراجل هذوكم راهو نورمال يبيع فيهم خليه بقديه. قلت له ب 20 دينار قال لي غدوه صبيح تفيق تلقى 20 دينار على الطاوله. فقت صبيح نلقى 100 دينار. قلت له يا جدي راه ب 20 دينار كهو. قال لي وليدي 20 دينار ما عندي و80 دينار ما عند جداك.